نستطيع إخراج مليوني تونسي من الفقر. هناك اليوم مليوني تونسي يعيشون تحت خط الفقر، وهذا أصبح أمرا غير مقبول. وهذه المناطق بالضبط هي التي تحتاج إلى كل الدعم. أيها الأخوة والأخوات، الاستقرار، الاستقرار، الازدهار، الاستثمار، وهناك الأمن. لكن يجب أن تعلموا أن هذا الأمن مرتبط بالأساس بتلك السياسة الخرقاء التي تركت لنا كل هذه الجيوب من الفقر ومن الجهل. وبالتالي فإن الحرب الحقيقية ضد هذا الإرهاب الغبي، أقول غبي لأنهم أطفال فقراء يقتلون أطفال فقراء ويدعون أنهم طاغوت. ليس هناك من طاغوت إلا الذي طغى في العهد البائد، وإلا من يريد أن يرجع الآن ليطغى. هو علاش كيقولوا طاغوت يحبوا يقتلوهم؟ رئيس الجمهورية ما يستعملش كلمة طاغوت. ومن بعد يقول أبناء شعب فقراء يقتلوا في أبناء شعب فقراء، يحكي على الإرهابيين، يقول هم أبناء شعب فقراء يقتلوا في الأمن أبناء شعب فقراء، يقول لهم الطاغوت هو النظام السابق ولا اللي يحبوا يرجعوا. يعني جماعة السبت يغيروا توا ثم فيهم طاغوت هما توا. رئيس الجمهورية خطير جدا، هذا خطير جدا، خاصة أنه السيد الرئيس كان حاضر في اجتماع يوم 24 رمضان، يعني 22 جويلية 2014، 23 حزب سياسي تونسي بحضور السيد رئيس الجمهورية محمد منصور المرزوقي وسي مصطفى بن جعفر وقتها رئيس المجلس الوطني التأسيسي. ميثاق صرف. الميثاق من أجل انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة، وهو ميثاق شرف الأحزاب والتكتلات المترشحين المستقلين متعلق بانتخابات واستفتاءات الجمهورية التونسية. ويقولوا فيه مما يقولوا، ماذا بينا من باب ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول مما يقول الأطراف المتصادقة على ميثاق الشرف تمشي السعي لتشجيع قبول جميع الأطراف لإنتاج الاقتلاع ونبذ العنف والحد من الصراعات والقضاء على أعمال التخويف والترهيب وعلى كل ما يمكن أن يؤدي إلى اشتباك بين المواطنين بما يسمح بالحفاظ على السلم الأهلي. ونقاو نقطة أخرى، يقول لك تتعهد الأطراف بمناهضة كيف تشكل العنف وبعدم التورط فيه بطريقة مباشرة وغير مباشرة وبالترديد به علنا، وتلتزم بألا تحرض في حملاتها على العنف وبألا تشجع على الكراهية أو تتسبب في توطين العلاقات بين مجموعات والفئات المختلفة في المجتمع، كما تسعى بحسن نية لتوفير التدابير اللازمة لتجنب المواجهات العنيفة. وهذه وثيقة مهمة جدا، هي ميثاق شرف الأحزاب والتكتلات المترشحين المستقلين متعلقة بانتخابات وتوقيع الجمهورية التونسية، واللي ليزي معتمدتها كوثيقة أساسية وكمعيار بمعايير الانتخابات. وين ليزي في هذا؟ وين الأيكا في هذا؟ يجي رئيس الجمهورية يبيز الهابين ويقول هذا مبنى الشعب، يقتلوا في مبنى الشعب على البوليسية وينفوا دو دو، ويقول لهم معناها والطاغوت مش هذاك يجب تقتلوه يا مبنى الشعب، رغم الطاغوت اللي جاي يحب يرجع للحكم اللي هو الباغي قائد سبسي. يعني هذا خطير جدا، ولا يمكن انه رئيس جمهورية يقول كلام كما هذا، وخاصة يدعيه انه حقوقي. مش حقوقي ولا عقوقي، هذايا تحريض على الكراهية وعلى التباغض والاختلاف بين الناس، مش على رئيس الجمهورية. وهذا ليكيب دو كومباني نتاعو شو قاتلوا في الكافكار، وهذا اشقراه هو على هوبس واشقراه على حقوق الانسان اش يأديه باش يقول هذا انسان يدعي حب يقضي على الفقر يعمل هكا. يعني بكل صراحة تحريض على الكراهية والقتل والاختيار. وعلاش؟ خاطر هو ما قبلش الاتان. الحزب نتاعو كما قلنا كان عنده 353,041 صوت، هبط 68,415 صوت، كان عنده 29 مقعد ولا عنده 4 مقعد، ويحب يطلع حتى هو رئيس جمهورية. تجب تحب تطلع تجب عادش بي، وأي إنسان يحب يطلع يتفضل، أما مش بطريقة وأنك تمس من ميثاق شرف التعامل والنزيه، وكذلك كرئيس جمهورية تكلم كلام من نوع طاغوت. ومن ساعة كلمة طاغوت ما تنجمش تعملها أنت، هذه كلمة دخيلة وحتى على ما نعرفوهاش احنا قبل الكلمة هذه. نعرفوها في كتب الفقه، اما الطاغوت سي با لونجاج بتاعنا. كي تقرا من مسالك في تعريف العلم ما تلقاش طاغوت، تلقى المستبد وتلقى دولة الاطلاق والسلطة المطلقة، وتلقاها عند ابن بضياف موجودة دي كونسيبت كيما، وتلقى الجمهورية وتلقى الديكتاتورية وتلقى استبداد، اما ما تلقاش كلمة طاغوت، لانه كلمة طاغوت هذه كلمة عند فصيل معين من التكفيريين الوهابيين هذوما السلفيين التكفيريين ورئيس الجمهورية لما يقولها، وخاصة بيض ارهاب. وهذا يرتبط كذلك بالحملة الانتخابية نتاعو اللي اعتمد فيها جماعة كما هذا. ومن بعد
قالوا ليه زعما هاو بشي بعدهم نهار الحملة الانتخابية جاب جماعة حب الثورة جاب ليكوبا جاب جماعة ذوكا وشوف ليهم حتى البارح السيد اللي شعره بيضا ذاك اللي رجعوه يخدم حتى بعد انتيلي تستقبلوا رئيس الاقتصاد ومن ما يسمى جماعة رابطة حب الثورة قاعد كذلك يستعمل يدفعوا في شعارات يا فلان بيك على بيك بيك ويا فلان تونجي نقتلوك يا فلان تونجي نسحلوك ويقولوا والأمن يتفرج والقضاء يتفرج واللي زيت تتفرج والايكات تتفرج وبعد يقول انتخابات شفافة وحرة ديمقراطية هذا لك جمهورية حقوقية يحب ياخذ جائزة نوبل هذا هذا اللي قبل قال المعادة باش نشنقوكم الاعلام التونسي تو نوريكم اللي خرجوا جماعته قالوا ان نطبقوا عليكم الاعدام اذا كان تجيبوا ضد الشرعية اللي تحالف مع عباد كما صاحب عتيق اش قال صاحب عتيق قال ستسحلون في شوارع الجمهورية وبعدها يمات تقتل شكري بالعيد الله يرحمه تقتل محمد البراهمي تقتل البراهمي يعني بكل صراحة ان دل هذا عن شيء يدل انه المنظومة بتاعنا مضروبة واليوم هؤلاء الناس هم بالحق مستبدين ويطبق عليهم مقولة عنوان كتاب الكواكب تباع على الاستبداد وما صنع الاستعباد كلام هذا مشوم ياسم وحتى بيرسون رياجي كان عملوا حد يخرم وا وا واك واك لانه حتى الانديناسيون اي دوفنو مالوغوزمون سيليكتيف والدنيا مع الواقف ورئيس الجمهوريه يستعمل في الفلوس نتاع المال الشعب التونسي كما قلت باش يعمل تحريض على الكراهيه وغيره رئيس الجمهوريه انا نقول له اقرا تاريخ الرؤساء تقوم تبكي ولا تو سامبلومون اقرا تاريخ الرؤساء تقوم تبكي وتقوم تندب وتقول يا ريتني ما ترشحت يا ريت هذا الكليك مكان واليوم ماذا بينا تعديل في الخطاب